كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب من ملكي الأردن والسعودية دعم الاعتراف الفلسطيني بالكيان الإسرائيلي كدولة الشعب اليهودي. وأضافت الصحيفة أن كيري الذي سيلتقي بعد عدة أيام مع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في باريس يأمل أن يستمع منهم لرد إيجابي في هذه المسألة، مشيرة إلى تبني كيري لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الاعتراف بيهودية الدولة ومحاولة تسويقه.